في المستقبل. إذن وكيف جرات العادة أننا شنو سميتك؟ نردي. سميت المؤسسة ديالك؟ مدرسة الحين. لقاء حفل ديني بمناسبه عيد مولد النبوي الشريف. سبق احنا كجمعيه المهمبر للبيئه والتنميه والتضامن. سيد مصطفى يونس سكان سكنه المحمديه ويعني سكنه المحمديه وجماعه بني خلف والشلالات وسيد موسى معلي وعين حرودة 17. نعم حنا درجنا هذا الحفل هذا وكل عام تنديروه ماشي اول عام ولا وكل عام تنديروه الحفل هذا. يعني بغينا نعرفوا السر ديال الحضور ديال الجماهير. بالنسبه للسر ديال الجمهور هادو والناس اللي كنتعاونوا معاهم لان عندهم ثقه في هذه الجمعيه هذه وكنشتغلوا معاهم دائما وكيستافدوا من الجمعيه كل عام. ككل مناسبة دينية ككل مناسبة وطنية تحتفل جمعية المهنبر للبيئة والتنمية والتضامن بجميع احتفالات دينية سواء كانت وطنية بما فيها الذكرى 11 يناير، هي ذكرى عزيزة عن كل المغاربة وذكرى المولد النبوي الشريف. لهذا أحيت الجمعية هذا الحفل بعد المناسبتين، أحيت الجمعية هذا الحفل لديني بأمداح نبوية تذكيرا بالذكرى السعيدة وتذكيرا على الأرواح المناضلين الجاهزين أعضاء جيش التحرير تقديم وثيقة الاستقلال بكل مقوماتها. كإحساسي من هذه الناحية أنا كنشارك لأول مرة من بعد غيابي عن بعد غياب طال 4 أشهر، من بعد واحد الغياب طال 4 أشهر كنشارك اليوم اسم كنشارك اليوم في هذه الجمعية وشكرا. اليوم السيد هذا اللي هو المهنبر يعني بحال كرد او رد اعتبار سيدنا محمد انه قام بهذه المبادره للشباب والاطفال بصفه خاصه، يعني اللي وزع مصاحف ووزع قصص يعني تربويه دينيه ردا على ما حدث في فرنسا وشكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أرحب بكم إلى هذا الحفل الديني المبارك الذي تنظمه جمعية المهنبر للبيئة والتنمية والتضامن. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف مرة أخرى مرحبا بكم بأمسية دينية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا
هذا الحفل كان زوين قدمته جمعية المهلبر للبيئة والتضامن. هذا الحفل كان تكريم الأطفال الصغار المدارس الإعدادية المحمدية. هذا الشيء كان في حق هذه التلاميذ لأن مدينة المحمدية تعيش إقصاء بهذا الحفل اللي كنديروا بمنطقة المحمدية. قدمت أنا مصاحف، هذه المصاحف اللي كيعطيو التلاميذ اللي حاصلين على الواتي كامل كنديروه. الجمعية كيديروا تحية نضالية لأخ المهلبر وأخ الشبيبة كاملة. كلكم غادي تاخذوا الجوائز. إذا اللي خدمنا من الجائزة ديالو وصور الذكرى تبقى معكم ان شاء الله. اذا نخذ الكادو ديالو لا جلسوا في الفيسات هم الوريقات باش غادي نعيطوا لكم بالاسماء. ثلاثة انا ودي يطلع ياخذ قصه ناخذ الكادو ديالو وياخذ الاماكن ديالو. هذا الحفل كان زوين قدمته جمعية المهلبر للبيئة والتضامن. هذا الحفل كان تكريم الأطفال الصغار المدارس الإعدادية المحمدية. هذا الشيء كان في حق هذه التلاميذ لأن مدينة المحمدية تعيش إقصاء بهذا الحفل اللي كنديروه بمنطقة المحمدية. قدمت أنا مصاحف، هذه المصاحف اللي كيعطيو التلاميذ اللي حاصلين على الواتي كامل كنديروه. الجمعية كيديروا تحية نضالية لأخ المهلبر وأخ الشبيبة كاملة. جمعية المهلبر للتنمية والتضامن والبيئة تتحيي اليوم حفل ذكرى المولد النبوي الشريف، وأكيد أن شعوري هو شعور الحضور كامل لأن هذه الذكرى هذه عزيزة على قلوب الناس جميع. وتشكروا السي المهلبر اللي شاركنا هذا الفرح، هذا الحفل هذا وهذا الفرح هذا، وشكرا. شكرا بابا. السلام عليكم. سلام. لاباس علي؟ بخير. شنو سميتك؟ إحسان. كي داير انت؟ بخير. لاباس علي؟ ماشي الوليدات لاباس عليهم؟ عندك الوليدات؟ ولا كنشكروا هذيك السيده، هي بادره مزيانه وتطوعيه، والانسان كيشجع الانسان على القراءه وسيرته قراءه القران. ومن هذا المنبر حنا كنحاولوا كشباب كنستنكروا هذا الشيء اللي كيطرى دابا حاليا فما وقع في فرنسا وما وقع مثلا في المغرب. ولكن اقولها وربي كبير، جو نو سوي با شاغلي، جو سوي محمد عليه الصلاه والسلام. وحنا نبينا كنحبوه وكنموتوا عليه وكنوقف اي واحد تيقول عليه كلام خايب، لا سوى الغرب لا سوى في اي واحد اي شخص في شي منطقه انه يمس الكرامه ديالو.